طبعاً احترار العين هو أثر من أثار الغازات السامة وتقريباً كلها بتسبب هيك وتهيج العيون وغاز الكلور أكثر شيء بتسبب التهيج طبعاً. كيميائية لأن المشهد رح يحمي حاله أول شيء مثل القناع البصير. غسان مصطفى مدير مركز تدريب وتأهيل صفرين 2 في الدفاع المدني السوري. قام الدفاع المدني السوري بالتعاون مع جامعة إدلب بتقديم ندوة علمية للأهالي والدعوة كان فيها عامة. كان محور الندوة تنبيه على مخاطر الأسلحة الكيميائية وأنواعها وكيف التعامل معه والمداخلة معه. كمان كان دور الدفاع المدني بتجهيز المداخلة السريعة أثناء حدوث هجمات الكيميائية واللباس الواقي وكيف نحن نقوم بعمليات الإسعافات الأولية للمصابين مشان نخفف من الضرر وتوعية الناس بحال إذا صار هجوم شو يتصرفوا. والحمد لله كان التجاوب كويس يعني والحضور جيد وإن شاء الله في ندوات كمان لاحقة بهذا الموضوع بسبب الأوضاع اني صار كثرة الهجمات الكيميائية على أو الهجوم بالمواد الكيميائية والغازات الخانقة على منطقتنا. شلل الأعصاب بلاحظ إنه الموقف يصير فيه سيطرة على الأعصاب يعني هذا نفس الشخص بتلاقي عين بقبق صغير وعين متوسع البقبق يعني جهاز الاقتحام بعدين بتبتدي النبيه.